الحاج سعيد أبو أديبة من صناع الزليج التقليدي في مدينة فاس، شيخ الصنعة وأسطى المهنة، بيتكلم عن الزليج المغربي في لقاء تلفزيوني، فيكلمك عن المهنة بأصولها، أسماء الدورات، أسماء الزواقات، أسماء الوزارات، أسماء كل حاجة لها اسم ولها طريقة، ويتحدث عن الصنعة بفن في بلد يدعي ان عنده المهنة دي وعنده التراث ده. اتحدى يجيب صنايعي واحد معلم زي ده بيتكلم بفن وبتقنية، ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. اذا كان تراثك الزليجي اللي جريت على اليونسكو بالملف عشان تسجله ورفض اليونسكو لان لها شروط ولا اصول، اذا كان الزليج تراثك عندك، مش هقولك حيط، مش هقول لك ورشة، عندك معلم زي ده غير واحد، غير واحد بل، وهوريك معلم تاني برضه في فاس وهو بيشرح أسماء كل قطعة إيه، كل قطعة لها اسم. الزليج ده عبارة عن قطعة وأشكال مختلفة، إشي مثلث، إشي شبه المأذنة، إشي مدور، إشي مسدس، إشي مثمن، له أشكال، كل شكل له اسم عشان يكون الشكل اللي انت شايفه ده، وكل شكل يكونه مجموعة اشكال مع بعض يعملوا شكل له اسم. كل حاجة لها اسم ما يعرفهاش غير اصحابها، واي حد هيحاول يقلدها مش هيعرف، لان ده تراث سنين، ميراث. والصانع ده يلزمه واحد فاهم يعني ايه زليج يعمله عنده، مستهلك. إنما في دول تدعي بيجيبوا الصينيين يبنوا لهم، بيجيبوا الصينيين يبنوا لهم. من إمتى كان ولا إمتى هيكون عندهم تراث؟ شوف الفيديو الأول واستنى وريك معلم تاني وهو بيقول تفاصيل. الجعبة ديالي الحمد لله 70 مسجد، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. الحاج سعيد بن أديبة من مواليد 1950 بمدينة فاس، دخلت للصنعة ولد 12 عام، لمت على يد عمومي معلمين كبار رحمه الله. هذا مدود بوقطيب الخاتم، هذا اللي كاين في الأندلس في داك الرياض ديال المنصور، وهذا القنوط اللي كاين في الممر الطويل. هذه سقيقية، داكشي اللي كيكون عندك شايط شوية من هنا ومن هنا كنوظفوه، ولكن خصك تكون صنايعي باش تفصل هذيك السقايه، القويز ديالها واللحيه ديالها والصندوق ديالها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. الحاج سعيد بن اديبه اسطى، معلم، فنان في صناعه الزليج، مواليد 1950، ربنا يديله الصحه ويطول عمره، اكبر من الجزائر ب 12 سنه. تراثه ومهنته اللي ورثها عن ابنائه ابائه وجدوده وسلمها لابنائه عمرها قرون القرون. قال لك دخلت المهنة عندي 12 سنة. مش أي حد يعرف يطلع الفن ده، لازم يكون فنان في بلد لا يشجع الإبداع، بلد الكوبي كولي ما يعرفش يعملها. الملك الحسن الثاني الله يرحمه ساهم بشكل كبير جدا في حماية التراث اللي انت شايفه في المغرب ده، وكان دائما يدعو المغاربة للحفاظ على هذا التراث لأنه يعرف قيمته جيدا، وله الفضل في انه موجود الى الان بهذا الشكل. الحاج سعيد بن أديبة اللي انت شفته ده وشفته وهو واقف يشرح مهنته اللي يعرفها، زيه كثر، زيه في المغرب عموما كثر. الصنعة لها اصول، ومش كل من مسك المنقاش الفاس اللي بينقش بيها دي اسمها منقاش، مش كل من مسك المنقاش معلم، ولا كل من راس قطع جنب بعضها بقى معلم. القصة كبيرة جدا من انتاج الخام ده، القطعة دي انتاجها الاول قصة، انتاجها بس القطعة دي بتتعمل بلاطات كده شقافة قصة، تتاخد بعد كده المعلم تاني يكسرها يعملها الاشكال دي، بعدين تروح لمعلم تالت يرصها،
على وشها ودارها ويعملها بلاطات، وبعدين تروح لمعلم رابع يركب. قصة المتر فيها بمبلغ وقدره قد مرتب وزير في 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 القرقرة. المتر غير المتر، مش اي حد بيعملها، ولا اي حد يعرفها، ولا اي حد يعرف ده ايه، ولا اي حد يقدر يعمل ورشة في اي بلد، لان مش هيبقى ليها مستهلك. المصيبة ان اللي عايز يسرق ده بلد الصين اللي بتبنيله. 2024 ما بيبنيش لنفسه، ويحكمه رئيس كان وزير سكنة 10 سنين، تخيل، وما بيعرفوش يبنوا لنفسهم ولا هيعرفوا غير البنى طوبة على طوبة، يجورة على يجورة، ولطعها بسيمة، ما يعرفش. شوف معلم تاني وهو بيشرح القطعة اسمها ايه. سيدريس بعدا سيدريس الانطاكي دابا سيدي قول لي هذيك اللي تخدم عليها شنو هي سميتها؟ هذه سميتها المنجره. دابا انت نصوب صنع على راسك هذه المنجره، شنو كدير عليها سيدريس دابا انت؟ روينا. هذه كنصوب بها، هذا سميتو المنقاش. المنقاش وهذه سميتها النصاب. النصاب النصاب والمنقاش الله يرضي عليك. هذا اللون سميته فاروزي. فاروزي وهذا سميته اللوزه، وهذا اللون ابيض، هذه الشوكه حمراء، البعيوي ابيض، الدريهم ابيض، المسيسه ضد المنشار حمراء، عظم الزيتون، القنديل ضد 24، القنديل 24 هذا الصفيط، هذا الميال، الكاس، هذه باوله، العرجه، الله الله الله، المحدود. ده فن، مش مجرد حرفه، مش مجرد صنعه، فن. فن ما يتقنوش إلا أصحابه اللي ورسوه، له أسماء أصلا، عشان حد يسرقه ما يعرفش يعمل الخامة، البلاطة الخام دي اللي بيكسرها دي ما يعرفش يعملها. أنت تعرف دي بتتعمل إزاي؟ ده لها طين مخصوص، بتتجاب طين مخصوص ويتعجن بطريقة ويتخمر بشكل مخصوص، كنت صورته في فاس قبل كده، ويدخل أفران بشكل معين، اصلا بيتصبغ، بياخد اللون بتاعه بالوان طبيعيه بتيجي بشكل معين، وبعدين يدخل الافران، وبعدين يطلع من الافران ياخد درجه تانية، وبعدين تطلع بلاطات كده، بلاطات تروح البلاطه بقى للمعلم، ياخدها ينقشها اشكال، كل شكل له اسم زي ما سمعت كده، وبعدين يديها للي بعده، اللي بعده ياخدها يرصها على الارض حتة جنب حتة، دي ودي أصعبها، مع كل المراحل صعبة بصراحة. يعني صنع الخام البلاطة دي أنا شفته بيتعمل مشقة، عشان تطلع بلاطة حمراء وبلاطة خضراء وبلاطة صفراء وبلاطة زرقاء، مشقة مشقة، وعشان يضبط اللون واحد ده مشقة. شفتها أنا حاجة صعبة يعني مش سهلة، وصورتها لكم في فاس قصة، عشان تطلع البلاطة. بعد كده تروح لواحد يقعد ينقشها، ده موال، عشان ينقش اللي انت بتشوفه مثلا بيعمله جامع مثلا، ولا بيعمله حاجة مش يوم وليلة، موضوع كبير. وبعدين تروح لواحد تاني بقى، واحد بيقعد ينقش مئات الالاف من القطع، ولازم كلها مقاس واحد، وبيعملها يدوي مش بمكنة، وتطلع مقاس واحد. تروح لواحد تاني يرصها، مفيش غلطة، يقعد يرص آلاف القطع في بلاطة اللي هي 2-3 متر في متر ونص ولا متر، بلاطات يعملها بلاطات كده، يقعد يرص فيها آلاف القطع، وبعدين واحد تاني كمان يركبها، ويا سلام لو هيركبها على الحيط نيشان، يعني في بعض الأعمدة والحاجات دي بيركبها على الحيط على طول، الـ في الجوامع، في المنحنيات والكلام ده، في المحراب، في الحاجات دي بيقعد يرصها قطعة قطعة جنب بعضها على الحيط نشان كده على الحي، عارف يعني دي تاخد وقت قد ايه وفن ايه، وما تلاقيش قطعة غلط.
لما بدخل مكان فيه زليج اقعد ادور على اي غلطه، ما فيش غلطه، فتقعد تقول سبحان الله ما شاء الله، ما فيش غلطه، فيش واحده مكان واحده، واحده مراكبه بالصح، فيش غلطه. لذلك مين ده اللي ممكن يجي ياخد ده او يتنازع عليه؟ ده اللي ينطبق عليه مثل دخل بحماره في اسبوع الفرس، بعيد كل البعد، معرفش ازاي جاتهم الفكره انه ممكن يعملوا ده، شيء عجيب لا يمكن تخيله، الا ما يعملهاش الا واحد مجنون، ويبدو ان احنا محبوسين في شمال افريقيا مع مجانين. لا تخرج من الفيديو قبل ان تقول عمار يا مغرب، دي الحكايه، اشوفك على خير.